السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لنا فترة ما نتكلمش عن قصر نخلة، لعل أن يصلوا إلى حل، ولكن للأسف يعني حتى اللحظة يعني ما فيش أي مؤشرات على أنه بيتم استئناف العمل أو أنه في حلول يمكن أن تفضي إلى استئناف العمل. هذا القصر كما قلت في المنشور السابق أنه سكب فيه ما يقارب يعني تكلفته بتصل حوالي 950 ألف دولار. تخيلوا الحجم الكبير والمهول لهذا المشروع. طبعا هو بمبادرة مجتمعية، هذا المشروع بمبادرة مجتمعية من الأهالي والمغتربين. هناك من باع ذهب، هناك من قدم كل ما يملك، هناك من باع بقرته، هناك من، لأنه هذا المشروع هو مشروع حيوي ومشروع هام، يعني حلم لأبناء المناطق والعزل هذه منذ 30 عام. يعني هذا المشروع يعني العابرين من هذه المناطق يعني يظلوا في هذا المكان، لما تتساقط الأمطار يظلوا ساعات محتجزين، إضافة إلى يعني كثير من العابرين هنا قد أخذتهم السيل، وكم يا ناس توفوا هناك. فالمشروع هايوي والمشروع هام، ويستفيد منه ما يقارب نصف مليون يمني من هذه العزل. الغريب العجيب حتى اللحظة، من يملك القرار ملتزم الصمت، وأيضا الرأي العام والمستفيدين ومن لهم مصلحة من هذا القصر أيضا ملتزمين الصمت. كنا نتمنى ممن يملك القرار على الأقل أن يخرج ويحدد من المعرقل لهذا المشروع، يخرج لنا ببيان يحدد من المعرقل لهذا المشروع. كان الشيخ درهم، كان الأخ نبيل باهادر، كان المقاول، كان المهندس، يخرجوا ووضحوا ببيان يصدر من بيان الفصل أن هؤلاء هم المعرقلين للمشروع، يسمي الأسماء بمسمياتها حتى يكون للرأي العام ويكون للمواطنين ويكون أصحاب المناطق المستفيدة والعزل المستفيدة من هذا المشروع، يكون لهم موقف، يكون لهم رأي، ونخرج كلنا ونقف ضد هذا المعرقل أيا يكون هذا الرجل، وأيا يكون انتماء هذا الرجل، وأيا تكون مكانته الاجتماعية أو السياسية. إنه يخرج، تخرج أصحاب القرار ويقولوا والله المشروع حتى اللحظة متوقف بسبب كذا وبسبب، يحددوا لنا ما هي الأشياء المعوقات اللي الآن معرقل المشروع. يعني أنتم تتكلموا عن، نحن نتكلم عن مشروع تكلفته ما يقارب 950 ألف دولار، هو أول مشروع مجتمعي في مديرية شارع عبد السلام بهذه الضخامة وبهذا الحجم وبهذه التكلفة، وكان هذا كانت يعني بادرة خير في هذا المشروع، و يعني بحيث انه ربما يفتح، كان نعتبره نقطة ضوء ويفتح آفاق جديدة لمشاريع مجتمعية كثيرة في المنطقة. لكن للأسف نقولها، للأسف هذا المشروع جعل كثير من فاعلي الخير ومن المقتدرين والمغتربين ربما يعزفوا عن المساهمة في أي مشروع قادم. ما يهمنا الحين، ما يهمنا ويهم كل المستفيدين من هذا المشروع، لماذا توقف المشروع، لماذا لم يكن لأصحاب القرار كلمة، لماذا لم يكن لهم موقف، أين المواطنين، أين المشائخ، أين الوجهات الاجتماعية في هذه المنطقة، أين من لهم القرار ومن لهم الرأي ومن لهم، يعني جريمة، أقسم بالله جريمة بكل ما تعني الكلمة، أن يتوقف مشروع بهذه الضخامة وأن تسكب هذه الملايين ومئات الملايين أن تسكب في هذا المشروع ثم يتوقف هكذا بقرة قلم أو بشخطة قلم، يتوقف هذا المشروع ويصبح في خبر كان. يعني المشروع الآن في طريقه للتأثر وللحق بقصر القعاشن. طيب الأموال هذه اللي سكبت حق الناس، الناس استنفذت كل ما عنده من إمكانيات من أجل هذا القصر ومن أجل تحقيق هذا الحلم. يعني نريد تحريك هذا الملف،
وأدعو الجميع لتسليط الضوء على هذا المشروع، وتسليط الضوء على من أوصلنا إلى هذه النقطة، ولتسليط الضوء على من لا يريد لهذا المشروع أن يكتمل ولا يرى النور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً هذا اليوم الأربعاء ليلاً، النجارين والحدادين ما شاء الله شغالين هنا في سطح قصر سائلة وادي نفوس.